السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. في الفيديو ده هناخد مقدمة عن الشنايدر بي ال سي، وإن شاء الله هنتعلم حاجات جديدة عن شركة شنايدر وهنشوف الشركة وصلت ليه. أول حاجة يا شباب، عاوزين نعرف الفرق ما بين البي ال سي والمايكرو كنترولر. طبعا الحاجات دي منتشرة جدا على النت قديما، يعني من زمان كده كانوا دايما يقولوا لنا ان الفرق في ان المايكرو كنترولر ما ينفعش يتحط في مصنع، او ان هو بيتأثر بالنويز فما ينفعش ان انا احطه في مصنع وكده. ولكن لو انت بصيت جوه البي ال سي وشفت هو بيتعامل اصلا ازاي من جوه، هتلاقيه برضو بيتعامل بلوجيك ليفل 5 فولت من جوه، من داخل البي ال سي. الاي سيز اللي فيه كلها شغاله ب 5 فولت، بل بالعكس كمان في بروتوكولات اتصال بتشتغل ب 3 و3 من 10 فولت. تمام، طيب فكان ده يستدعي ان الواحد يفكر اكتر. طب ليه بيقولوا لنا الكلام ده، او ليه يعني المايكرو كنترولر ما ينفعش يستخدم كبديل للبي ال سي؟ لو احنا رحنا لللينك ده كده، انا حاططه لكم هنا في اول السلايد دي. لو احنا رحنا لللينك ده وقرينا اللي فيه، هنستنتج ان الراجل هنا بيشرح بيقول لك انا ليه ما بحطش المايكرو كنترولر كبديل للبي ال سي. الراجل هنا ما اتكلمش على نويز، ولا اتكلم على امكانيات، ولا الكلام ده خالص. هو الراجل بيقول ان المايكرو كنترولر دلوقتي في منها انواع اعلى في الامكانيات من البي ال سي، ولكن عشان احول المايكرو كنترولر لبي ال سي هحتاج حاجات كتير جدا، اني احط حاجات كتير جدا مع المايكرو كنترولر عشان احوله لايه، لبي ال سي. طيب ايه الحاجات اللي انا هحطها على المايكرو كنترولر عشان يتحول لبي ال سي؟ اول حاجه الراجل بيقول هنا الانترفيسز الخارجيه، الانترفيسز الخارجيه الخاصه بالاندستريال سنسور اند اكشويتر. بقول لك ان الاندستريال سنسور والاكشويتر دي مصممه اكوردنج للاي اي سي ستاندرد، فلازم وانا بصمم الانترفيسز الخاصه بالمايكرو كنترولر اصممها بالنسبه للاي اي سي ستاندرد برضه. تمام، طيب تاني حاجة يا شباب لازم أعملها برضو وأنا بحاول المايكرو كنترولر اللي بي ال سي، إن أنا أخليه سبورت للهاردوير الخارجي. إزاي؟ البي ال سي إحنا بنجد إن هو فيه انترفيسز خارجية زي الترانزستور مثلا، الريلي كانترفيس خارجي أوصل عليه اللود، ممكن تلاقي فيه ترياك. فنفس الموضوع برضو انا لازم اضيفه للمايكرو كنترولر. فوجد ان عملية تحويل المايكرو كنترولر لبي ال سي بتبقى مكلفة شوية. تمام، يعني تبقى ارخص لو انا رحت اشتريت بي ال سي على طول، هلاقي اني ارخص ان انا احول المايكرو كنترولر لبي ال سي. ولكن لو تم تصنيع مايكرو كنترول لو تم تصنيع بي ال سي معتمد على المايكرو كنترولر في الصين مثلا او في مكان تاني، هتلاقي طبعا التكلفة اقل من البي ال سي العادي. تمام، اما لو انت هتصنعه هنا في مصر لا، هيكلفك كتير جدا. الدليل على كده يا شباب ان في دلوقتي حاجة اسمها الاندستريال شيلدز. الاندستريال شيلدز دي ده بي ال سي مبني على الاردوينو. تمام، وطبعا ده بيستخدم عادي في المصانع، وفي انبوت وفي اوت وفي كل الاوبشن الخاصة بالبي ال سي. طيب الدليل التاني يا شباب، في شخص جه عمل برنامج سماه ال دي مايكرو، اللي هو اللادر مايكرو. ده بيبرمج الاي في ار او البيك مايكرو كنترولر، بيبرمجها باللادر دايجرام. تمام، فاحنا دلوقتي ممكن نروح نعمل برنامج بسيط جدا، ستارت ستوب مثلا، ونجربه على بروتوس. هنطلع هيكس فايل من البرنامج اللي هو ال دي مايكرو، ونحمله على المايكرو كنترولر هنا، ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. هروح دلوقتي يا شباب على بروتوس، هرسم دايرة عادية جدا ستارت، ادي مفتاح الستارت، ادي مفتاح الستوب، وادي الحمل بتاعي او الليد بتاعتي. تمام، بعد كده اروح افتح برنامج ال دي مايكرو، هلاقي في حاجة هنا اسمها انستراكشن دي هنا كده يا شباب، ادي الانستراكشن فوق اهيت. هضغط هنا على الانستراكشن كده، انسيرت كونتاكت، هيضيف لي هنا كونتاكت. بعد كده اضغط على الانستراكشن تاني، وبرضو اعمل انسيرت الكونتاكت تاني. تمام، طيب بعد كده المفروض ان انا هضيف ايه، هضيف اللود بتاعي. ادي انسيرت، اختار ايه بقى يا شباب،
المفروض insert coil أو insert coil دي يا شباب اهي، اضغط عليها هنا هلاقي فعلا إن الكويل انضاف عندي في الآخر. طيب لو احنا بنعمل توصيلة start stop المفروض إن أنا بعمل إيه؟ بعمل برضو لاتش هنا، أعمل insert لي كونتاكت، هلاقي الكونتاكت انضاف هنا يا شباب، وفي نفس الوقت اتعمل لي ايه؟ اتعمل لي اللاتش بتاعه اللي هو ده. تمام. طيب كده انا حطيت الكونتاكت، فاضل بس ان انا ايه؟ ان انا اربط الكونتاكت ديت ببنات معينه في المايكرو كنترولر او اسميها. هضغط على الكونتاكت ده مرتين كده هيقول لي انت عايز تسميه ايه؟ هسميه مثلا ستارت، سمي اول واحد ده ستارت. تمام. وده انبوت بن، وبعدين اضغط اوكي، سمى هنا اكس ستارت. بعد كده اضغط هنا على ده مرتين هسميه ستوب، وفي نفس الوقت ده المفروض ان هو نورمالي كلوز يا شباب، فاعلم هنا دي كده عشان تتحول لنورمالي كلوز. طيب بعد كده اروح اسمي الكويل ده، هسميه مثلا او هسمي الكويل ده اوبت واحد يا شباب، كبر بس شوية، هاجي هنا كده هسميه اوبوت واحد. بعد كده المفروض ان ده الكويل اوبن عادي مفتوح يعني. بعد كده ده بيقول لك ده انترنال ريلي ولا بين اون ام سي يو، احنا ده طبعا هتبقى بين في المايكرو كنترولر. اضغط اوكي. بعد كده يا شباب هاجي تحت هنا، تحت هنا في البرنامج هكبر دي بس شوية. تمام. هلاقي هنا بيقول لي ايه بقى؟ هلاقي هنا بيقول لي ان الاكس نيو بتاعتك او الاكس ستارت بتاعتك اللي انت مسميها نوت اسايند، يعني انت مش مديها بين معينة. على فكرة في كونتاكت احنا نسينا نسميه هو اللي هو الاكس نيو ده اللي هو بتاع اللاتش اللي هو ده يا شباب، المفروض اضغط عليه مرتين كده وهسميه نفس اسم الاوتبوت اوتبوت 1. ده طبعا المفروض انها اوتبوت بن، لان دي المفروض ان هي ايه؟ دي نقطة مساعدة المفروض ان انا واخدها من الاوت اوتبوت بن. بعد كده هاجي تحت هنا شباب هلاقي حتى هو شالها لي كمان، ادي الاكس ستارت وادي ديجيتال انبوت، بيقول لي نوت اساين، يعني انت هتوصلها باني بن في المايكرو كنترولر. وانا بحدد البين من هنا كده شباب هلاقي في رساله بتقول لي نيو مايكرو كنترولر هاز بين سيلكتد، يعني انا لسه ما اخترتش نوع المايكرو كنترولر. فاروح من هنا كده من سيتنج هلاقي مايكرو كنترولرز، هختار البيك 16 اف 877، هنا في بيك 16 اف 877 وفي هنا بيك 16 اف 8887، فانا هختار مثلا بيك 16 اف 877. تمام. بعد كده اروح ايه اضغط على الاسايند دي هيفتح لي الانبوت او بن، بيقول لي دلوقتي انت هتشتغل على ايه. انا هقول له مثلا الستارت على دي زيرو اوكي، وهقول له الستوب وصله لي على دي واحد، والاوتبوت بتاعي وصله لي على دي اتنين. تمام كده. بعد كده يا شباب هاجي من هنا اضغط اوكي، اضغط انتر كده، اسف هاجي من هنا هضغط سيميوليشن مود، يعني البرنامج ده اصلا فيه سيميوليشن كمان، هضغط سيميوليشن مود، وبعد كده من سيميوليت هقول ستارت ريال تايم سيميوليشن. كده انا بدأت الريال تايم سيميوليشن. لو انا ضغطت ستارت هنا كده هتلاحظوا ان هي مش باينه قوي هنا يا شباب، ثواني لو انا جيت من تحت كده خليت دي بواحد، لو انتوا لاحظتوا لما انا ضغطت عليها مرتين بقت بواحد، هتلاقوا ان الفرع كله احمر كده والواي اوتبوت برضو احمرت وادت. طيب لو انا خليت دي بزيرو تمام هلاقي برضو الفرع لسه ايه؟ لسه احمر زي ما هو يا شباب. تمام. ولو انا ضغطت دي المفروض ان الفرع هيرجع للحاله الطبيعيه بتاعته، ضغطتها فرجع للحاله الطبيعيه بتاعته، دي اللي ستارت ستوب كده شغاله معايا. فانا كل اللي هعمله هوقف دلوقتي السيميليشن، انا مش عاوز السيميليشن، هعمل كومبايل، هيفتح لي صفحة وهيقول لي انت عاوز تحفظ الهكس فايل بتاعك ده فين. هقول له مثلا احفظه لي على ديسك توب وسميه ستار مثلا، هقول له سيف،
كده بيقول لي كومبايل سكسسفول، كده انت حفظت البرنامج بتاعك كهيكس فايل على الديسكتوب. طيب بعد كده هتروح تعمل ايه؟ هتروح تفتح بروتوس وهتفتح ده مرتين كده. طبعا الكريستالة احنا نسينا نشوفها هناك، هنشوفها دلوقتي. هتروح تحمل الهيكس فايل بتاعك اللي هو ده. كده احنا حملنا الهيكس فايل بتاعنا، وهنخلي الكريستالة 4 ميجا. طيب نشوف الكريستالة منين يا شباب. هنروح هنا على البرنامج ده، هنلاقي من سيتنج هنلاقي حاجة اسمها ايه، ام سي يو بارامترز، بيقول لك الكريستالة كام. هتقول له خليني الكريستالة بتاعتي 4 ميجا، هي 4 ميجا زي ما هي. هنروح نجرب بقى البرنامج، حملنا الهيكس فايل، هنشغل يا شباب هنا البرنامج. بعد كده هنعمل ستارت، هلاقي الليد فعلا نورت ازرق، وهتخليها منوره لان انا عامل لاتش. بعد كده اضغط ستوب فالليد هتطفي. كده انا برمجت المايكرو كنترولر ده باستخدام لغه اللادر دايجرام. طيب البرنامج يا شباب هل هو ما فيهوش اوامر كتير؟ لا، ده فيه حاجات كتير جدا، فيه اون اوف، وفيه في تايمر اون اون ديلي، وفيه تايمر اوف ديلي، وفيه ريتنتيف تايمر، في كاونتر اب وكاونتر كاونتر داون، في حاجات للانالوج، في حاجات كتير جدا يا شباب. فهو مش برنامج مش بسيط، برنامج يعني فيه امكانيات كتير جدا. تمام، ده بالنسبه لجزء المايكرو كنترولر. وفي السلايد دي يا شباب هنا بيوريك البرنامج ده فيه اوبشنز قد ايه والتولز قد ايه. يعني هنا مثلا هتلاقيه مستخدم تي اوف تايمر، يعني اوف ديلي تايمر واون ديلي تايمر، وهتلاقيه مستخدم حاجات كتير جدا زي اللي انت بتشوفها في البي ال سي بالظبط. بعد كده يا شباب احنا عارفين طبعا ان شنايدر هي شركة فرنسية. لو انت دخلت على الموقع بتاع شنايدر هتلاقي شنايدر مقسمة البي ال سيز بتاعتها لخمسة كاتيجوري. اول كاتيجوري يا شباب الكنترولرز اللي هي البي ال سي اند باك فور اندستريال كنترول سيستم، ده نوع كنترولر فور اندستريال كنترول سيستم للعمليات الصناعية، ومصنعين كنترولرز تانية للسيمبل اوتوميشن، ومصنعين كنترولر مخصوص للسولار باور ابليكيشن، ومصنعين كنترولر للاندستريال ماشين للالات الصناعية، وكنترولرز للسيفتي. تمام، ومصنعين طبعا موديولز كتير جدا. طبعا شنايدر مش زي ما احنا متوقعين، طبعا شنايدر شركة عملاقة جدا. هتشوفوا دلوقتي حجم الاجهزة اللي هي مصنعاها. اول حاجه الكنترولرز او اللي بتستخدم فيه العمليات الصناعيه زي ما انتم شايفين كده شباب، كنترولرز دي فيها انواع كتير جدا، فيها قصدي بريفرالز كتير جدا لعمليات الاتصال او بروتوكولات الاتصال. طبعا منهم المود باس والايثر نت، اشهر البروتوكولات المستخدمه. طبعا الموديولات دي بتحتوي على كروت كتير جدا انبوت اوتبوت، ودي الانواع الخاصه بالعمليات الخاصه بالاندستريال كنترول سيستم. دي الانواع اللي موجوده اللي هو الموديكون ام 340 والموديكون بريميوم وكوانتم والاكس 80 موديولز والحاجات دي. بعد كده مصنعين كنترولرز للسيمبل اوتوميشن، عندك نوعين هنا، هم مصنعين اللي هو الزيليو اللي هو السمارت ريلي، ومصنعين اللي هو الموديكون ام 171 وام 172. طيب بعد كده في كنترولرز مخصصة للسولار باور ابليكيشن اللي هي الموديكون ام سي 80. بعد كده في كنترولر مخصصة للاندستريال ماشين للالات الصناعية. هتلاقي هنا في انواع كتير جدا، منهم النوع اللي احنا بندرسه في المعمل وهو الموديكون تي اس اكس مايكرو، اللي منه بقى الانواع اللي احنا بندرسها اللي هي تي اس اكس 3710 والتي اس اكس 3722، وما زالت الأنواع دي موجودة لحد الآن في الخدمة 2019. يعني عندك إن الـ TSX 3710 ده مش بي ال سي واحد، لأ، الـ بي ال سي 3710 ده تحته أنواع كتير جدا من البي ال سي، كلها اسمها 3710 ولكن بتختلف في الفيرجن، في فيرجن 3، فيرجن 3.4، 3.1 وهكذا. تمام، يبقى دلوقتي إحنا عرفنا إن البي ال سي اللي بندرسه السنة دي تحت أنهي كاتيجوري في شركة شنايدر. بعد كده في انواع مستخدمه في السيفتي والسيفتي كنترولرز، وطبعا بعض انواع الموديولز هتلاقي في عندك الانواع دي موجوده برضو. تقدر تدخل على موقع الشركه وتشوفهم وتشوف الايه الداتا شيت والمانيوالز بتاعتهم والسوفت وير اللي بيشغلهم. بعد كده شباب عشان نبدا في البي ال سي لازم نعرف الهيستوري بتاع البي ال سي، يعني امتى عملوا البي ال سي ده.
من 50 سنة كان في شركة اسمها جنرال موتورز. الشركة دي كانت مصنعة، كانت بتعمل خطوط إنتاج عشان تصنع عربيات خاصة بيها. كانوا بيواجهوا مشكلة إن هما لما يجوا يغيروا خط الإنتاج أو يجوا يصنعوا عربية جديدة، طبعا العربية الجديدة بيبقى فيها مواصفات جديدة، فلازم خط الإنتاج يتعدل. عشان أعدل خطوط الإنتاج اللي كانت شغالة بريلهات وكونتاكتورات والحاجات دي بيكون صعب جدا وبيكلف الشركة مبالغ باهظة يعني. فعشان كده جه عالم اسمه ديك مورلي من الفريق اللي صنع البي ال سي وسماه موديكون. موديكون دي معناها موديولار ديجيتال كنترولر. بعد كده يا شباب، بعد عدة سنوات، بعد ما ديك مورلي والفريق بتاعه عملوا البي ال سي ده، جات شنايدر واشترت شركة موديكون اللي هي موديولار ديجيتال كنترول. بعد ما اشترتها بدأت بقى تطور وتطلع فيرجنز مختلفة من البي ال سيز، ولكن شركة شنايدر حافظت على نفس الاسم اللي هو موديكون، ما غيرتهوش. تمام. طيب دي أشهر الأنواع الموجودة لشنايدر والخاصة بالبي ال سي. طبعا أنا واخد السلايد دي أو واخد الصورة دي من محاضرات مهندس اسمه هشام حشيش. الراجل برضو بيشرح كورس ليه شنايدر على اليوتيوب، تقدروا تتابعوه. كان لازم انوه عن الموضوع ده. طبعا هنا الموديكون M221 ده الفيرجن الاولاني او الفيرجن الاحدث من اللي احنا شغالين عليه في المعمل، وبيشتغل على برنامج اسمه سو ماشين بيزك. البي ال سي ده يا شباب كومباكت. بعد كده الموديكون 241 ده برضه بي ال سي كومباكت، في منه نوعين اللي هو الموديكون ام 241 والام 251، وده بيشتغل على برنامج اسمه السو ماشين. بعد كده الموديكون ام 340 باك، ده بروسيس اوتوميشن كنترول. باك دي اسمها بروسيس اوتوميشن كنترول، ده مصطلح بيطلق على الاي بي ال سيات اللي فيها بتتعامل مع انبوت اوتبوت كتير. تمام. وبعد كده في موديكون ام 850 اي باك، ده في عدد مهول جدا بيتعدى الالف انبوت اوت، وبيشتغلوا على برنامج تقريبا اسمه برو. تمام. انا الصراحه مش فاكر اسم البرنامج ده بالظبط، ممكن ابقى اجيبه لكم. بعد كده احنا دلوقتي خلاص عرفنا شركه شنايدر وصلت لفين، عاوزين دلوقتي نعرف ازاي اختار بي ال سي، ازاي اختار البي ال سي المناسب للمشروع بتاعي. اول حاجه لازم تحدد عدد الانبوت والاوت بتاعك. بعد كده يا شباب لازم تحدد الالكتريكال ريكويرمنت فور انبوت اند اوت. يعني ايه الالكتريكال ريكويرمنت؟ يعني دلوقتي انت عندك البي ال سي ده في انبوت وفي اوت، فلازم تعرف الانبوت بتاعه ده من نوع سينك ولا من نوع سورس، ولازم تعرف الاوت برضو هل هو ريلي ترانزستور ترياك على حسب. تمام. How fast the control system must be operate اللي هي speed of operation. يعني مثلا لو انا عندي انكودر يا شباب، المفروض ان هو بيقيس لي سرعة موتور، فالمفروض ان الانكودر ده بيدخل له بلصات سريعة جدا عشان يقدر يقيس سرعة الموتور. لو انا اعتمدت على الانترنال كاونتر اللي داخل البي ال سي، الانترنال كاونتر هي مرتبطة بالسكان سايكل الخاصة بالبرنامج اللي انا كاتبه. تمام. فمش هينفع ان انا اعد بيها البلصات السريعة قوي دي، فلازم وانا بختار البي ال سي اعمل حساب ان انا اجيب ايه، اجيب في البي ال سي ده حاجة اسمها الالترا فاست كاونتر. تمام. او الفاست كاونتر. طيب بعد كده لو انا مثلا الداتا اللي عندي في البي ال سي هبعتها لمكان، يبقى لازم البي ال سي ده يكون بيوفر لي وسيله اتصال بالمكان التاني. اشهر انواع الوسائل الاتصال دي اللي هي الايثرنت والمود باص. طيب لو السيستم مثلا انا هوصله بهيومن ماشين انترفيس، برضو لازم اختار اشوف الهيومن ماشين انترفيس اللي عندي او الاتش ام اي اللي عندي، اشوفها هل هي مثلا سيريال، هل هي شغاله ايثرنت، شغاله مود باص، واجيب البي ال سي برضو في نفس نوع بروتوكول الاتصال. تمام. بعد كده لازم اختار البي ال سي على حسب البيئه اللي انا هحطه فيها. يعني مثلا لو انا جايب بي ال سي المعمل، مش زي ما اجيبه المصنع، مش زي ما اجيبه مثلا هعمل بيه بروجكت بسيط. لو انا هجيبه مثلا في المعمل مش لازم اجيبه بمواصفات عاليه قوي ان هو يستحمل مثلا حراره عاليه جدا، يستحمل صدمات، لا مش لازم اجيبه بالمواصفات دي. اما لو اتحط في مصنع لازم اجيبه بالمواصفات دي.
طيب بعد كده احنا عندنا المين كاتيجوري افيليتي. المين كاتيجوري دي معناها النوعين الرئيسيين للبي ال سي اللي هو الكومباكت والموديولار. الكومباكت ده شباب ده حاجة أنا ما أقدرش أغير فيها، يعني الميموري بتاعته ثابتة، السي بي يو ما أقدرش أضيف عليها أي حاجة، تمام. أما الموديولار بي ال سي بيكون كل حاجة لوحدها، الباور سبلاي لوحده، السي بي يو لوحده، الانبوت اوتبوت لوحدها، الميموري لوحدها، الرام اقدر ازودها وهكذا. عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو قوي هنقف عند الجزئية دي في الفيديو ده، وهنكمل ان شاء الله من المرة الجاية هنبدأ بالفرق ما بين الكومباكت بي ال سي والموديولار بي ال سي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.